قلنا اصلا حليب فيه ممكن واخد ياخذ طاسه ديال القهوه وحليب ممكن جيد حليب صعب بالهضم كاين الناس مبليين به وانا ما ننصحش به ولكن الناس مبليين ما نقدروش نغيروا لي من العادات ديالهم غير هما الى خدا القهوه والحليب مع الخليط اللي كاين دابا الان فوق الموائد غادي يهلك راسو اصلا سمعت ان القهوه والحليب صعبه في الهضم الا تلاقوا صعبه في الهضم هو عليا هو اخطر خليط والقهوه والحليب الشاي مع الحليب جيد الشاي مع الحليب جيد نعم وزعتر مع الحليب جيد ولكن قهوه مع الحليب لا امينه من الرباط قالت لك الا تبعنا النصائح ديال الدكتور راه غادي نصوموا ليل ونهار نعم اتمنى هادشي اللي بغا نعم اتمنى ذلك ولكن ما غاداش عليا ما غادا تصوم ليل ونهار هاد السيده هذه سبحان الله يعني حنا عندنا هاد الكلام بحال هاد الشكل موجود عندنا حنا في المغرب عوض ما تحاول تفهم وتعالج راسها وتستافد من رمضان هي مشات لهذا الكلام هذا كتعني به شيء انا عرفنا شنو بغات تعني ولكن حنا في على الهواء ما يمكنش يعني كيف ما كان الحال هذا الكلام هذا يؤول وهي انا عرفتها شنو بغات تقول ولكن انا ما غاديش تغير فيا حتى شي حاجه هذه لان انا حنا عندنا اسس علميه العلوم كتقول تباعد الوجبات اللي باغي ياكل شي حاجه ياكلها في الفطور الليل ممنوع فيه الاكل حيت استاذ كان زيد يعني اكد الناس نعم ممنوع الاكل في الليل الا الماء نعم والفواكه هاد الناس والفواكه يعني من واحد الجانب يعني تنعذرهم لان واحد الثقافه غذائيه نعم مرسخه باش نعم كتجي شي واحد وتتقول له هاد الهضره هي هاد السيده هذه عندها ثقافه مرسخه هاد السيده امنا بزاف انا لونتوراج ديالي كامل هكا عندها ثقافه مرسخه هذه خاصها يعني الزواق وخاصها الشهيوات والزواق وخاصها تهلك راسها وتهلك ولادها الانسان اللي ما كتكونش عنده ديك الاستعداد ديال التغيير هو اصلا في حياته كامله ما تيبغيش يغير كتجي كتقول ليه غير الماكله كتجي صعيبه المغاربه غيروا يكون يعني المغاربه غيروا فعلا نسبه كبيره ديال الناس كيحاولوا يعني انهم انا جد مفرور المغاربه غيروا وحسوا وكيعيطوا يوميا وعندي رسائل تهطل عليا يعني في كل شيء في الفيسبوك في الواتساب في يعني عندي دابا رسائل تهطل كلهم الله يرحم الوالدين وكلهم نقصنا الوزن كلهم كان عندي يعني ليباتيتسي وليت مزيانه كلهم كان عندي سرطان حبس كلهم كان عندي حساسيه وليت مزيانه كلهم كان عندي بهجات مابقيتش كناخذ كورتيكويد كلهم كانت عندي الام مفاصل مابقيتش الحمد لله الناس غيروا واستافدوا ولكن هاد السيده اللي قالت نصوموا ليل ونهار تغير الكلام ديالها اللي كانت كتعني به شي حاجه وتغير نمط العيش ديالها اللي بغات تبقى صحيحه الا ما بغاتش تمشي للعياده ولا ما بغاتش تبنج ولا ما بغاتش دير سكانر ودير الاير ام طيب قال لك سؤال واش العصير بالليمون مزيان تعاود الحليب نديروا الليمون نعم جيد ماشي مشكل جيد. مره في حامل في 6 شهور قالت لك ومصابه بالسرطان تاع ديال الله يشافيها نعم. كتقول كنفطر بعصير فواكه بالماء وشربت بعدها صايمه هذه هائل جزاها الله خيرا جميل لان نحكي لك الناس ديال السرطان وصائمه نعم جيد غادي تستافد قالت لك وكتفطر كذلك بشربه العدس نعم. والسحور ديالك يكون بفواكه فقط هل هذا كافي للجنين كافي جدا ما تخافش عليا علاش هي هذه الماكله ديالها تزيد تاكل شنو حبسها غير هذه السيده تاكل النبات فقط تصوم بالنبات عندها سرطان وعندها 6 شهور تصوم بالنبات تاكل قطاني تاكل نشويات تاكل زيت الزيتون الا ما عندهاش حساسيه اللوز والقرقاع والمسائل ديال الفواكه الجافه تكثر الفواكه الطريه دابا عليا الجنين محتاج المغذيات اللي محتاج الجنين هي مغذيات ضئيله جدا نعم والجنين محتاج لهذه الاشياء اكثر ما محتاج للطاقه يعني محتاج الاملاح والفيتامينات والماء محتاج مضادات الاكسده محتاج لهم اكثر ما محتاج للطاقه اللي غتعطيه هو الطاقه كيف ما كان الحال وياخذها الجنين ما عندوش يعني في 9 شهور يلا كيدير 3 كيلو يعني 3 كيلو يعني في 9 شهور كيدير 3 كيلو يعني هذه المراه الى 9 شهور ضربنا 9 في 30 يوم شحال من يوم الى كل يوم خزنت 10 غرامات ديال البروتين هاد الطفله دار غادي تزاد فيه 25 كيلو يعني خاص الناس يفهموا بحال ما كان لان هذا الطفل راه ما كياخذش 100 غرام ديال لازوت في النهار نعم. كياخذ من 6 حتى 8 غرامات ما قل اقل نعم. يعني كياخذ نعم. غير تنين في الاشهر الاولى ما غاديش ياخذ منها كثير يعني المراه تصوم بالنبات نعم. هذه السيده هذه تصوم بالنبات لان عندها سرطان تحيد المواد الصناعيه تحيد اللحوم والسكر وتحيد مشتقات الحليب وتصوم بالنبات والنبات راه فيه كفايه يعني نعم. فواكه جافه فواكه طريه وفيه النشويات وفيه القطاني يعني وفيه الخضر وفيه الخشاش الارض فيه اشياء يعني نعم. ممكن تصوم قال لك شحال ديال الوقت نخليه ما بين الفطور والعشاء قال لكم دكتور ما كاينش عشاء اصلا غير نسى حتى السحور طيب قال لك باش يقدر نخلي السؤال لانه طيب بلاتي نقول لك السلام عليكم قال لك السفطر بالماء اول حاجه وعصير الليمون مع الباربه والتفاح والجزر جيد
مزيان كامل هائل بلا سكر قال لك، وصلاد ديال الخس مع الخيار هائل ومطيشه نعم، نص بيضه مسلوقه طافوا قال لك حريره في الاخر احسن الحريره سبقه ولا خليها للاخر جيد هائل 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 بحال سبقه بحال الاخر ماشي مشكل الحمد لله هذا مزيان. هذا غادي ياخذ بعدا غادي ياخذ واحد الهاله هذا العصير اللي دار اللي فيه الجزر وفيه هذا الربعه تفاح نعم والتفاح والماء والباربه والباربه خاصها تكون خضراء هذا السيد قول له يدير الباربه طازجه ما يصلحش الباربه خضراء يعني هذه الهاله اللي غادي ياخذ ديال الفيتامينات والاملاح المعدنيه والمضادات للاكسده بارك الله هذا السيد هذا لا يمكن يبقى فيه مرض ان شاء الله بعد رمضان لا يمكن من يعني من المستحيل عصير عجيب لأن المضاد نعم لان المضاد طازج الحقيقه تيبقى يقول كلي هذا كلي هذا كلي هذا انا مثلا ما تناكلش بزاف نبغي شي حاجه وحده مجموعه الناس غيرون الناس غيرون الناس رجعوا طبيعي والناس بداو كيجتهدوا الحمد لله يعني وشوف ذكي لان بدا بالماء بالماء والفواكه والخضر يعني سلطه سلطه نعم خضر نعم يعني نعم الفيبر ثم تبعها بيضه بلديه ها وعطى مع نعم بروتينات نوبل بروتينات جيده وزاد الحريره في الاخر الحريره في الاخر هائل علاش لان فيها القطاني كان سؤال ديال الاحسان على الماء الماء ماشي مشكل ولا مزيان تصبقوا الماء ماشي بارد بقى ما يكونش بارد ما يكون دافي لان باش نعطيو الناس معلومه جيده دافي كاع ماشي بحراره الحراره عاديه المهم ما يكونش الثلاجه عادي لان ملي كنشربوا الماء بارد ما كنشربوش كثير كيلاحظوا الناس كيوحل الماء بارد ما كنشربوش كثير طب دابا شويه قلتي لي التمر مع ماء دافي ماء دافي نعم ملي ماشي 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 بالدافي كتقصد به ماشي سخنو على العير يكون على حراره عاديه دابا يعني ما سخنوش دابا راه الحال سخون ولكن يعني عادي ولكن في الليالي في الحال بارد يعني في سخنو شويه شهر 12 و1 و2 نسخنوه لا لا بالعكس سخنش شويه دفن دفيو على على النار لان ملي كنشربوا دابا في رمضان الناس اللي بغاو يشربوا الماء بكثره لا بغاو يشربوا الماء بكثره يشربوا الماء على حراره عاديه من المستحيل يشربوا الماء بكميه كافيه وهو بارد من الثلاجه من المستحيل هذا كنت بغيت على العصير طبعا خصو يكون الاشياء البارده لان الماء بارد كيتعطل في المعده كيتعطل تيسخن عادي عادي هبط سعيد سول على المراه الحامل بالنسبه للمواضيع تركز عليها المراه الحامل خارج رمضان ولا داخل رمضان المراه من اللي تحمل هاد البنيات اللي عاد تزوجوا هادو يعني بارك الله لهم في حملهم ان شاء الله هذه زياده في الاسلام وزياده ان شاء الله في هاد المراه من اللي كتحمل ممنوع عليها تاكل برا ممنوع على الفاست فود والشهيوات والحلويات والمشروبات الغازيه والطبخ في الالومنيوم خاص النظام ديالها يكون طبيعي وتكون تاكل طبخ الدار فقط طبيخ الدار دابا من قبل العيالات كانوا كيحملوا ما عندهم لا انيمي لا والو دابا المراه كتحمل خاصها مجبره تمشي للمستشفى تاخذ الحديد هي لا داعيه تمشي للمستشفى تاخذ الحديد الا كانت تطبخ في دارها هذيك الطريقه ديال الاطباء يقولوا للنساء يمشيو تاخذوا الحديد هذيك الطريقه للنساء اللي خدامات وتاكلوا الفاست فود تاكلوا برا في الزناقي هذوك خصهم ياخذوا الحديد من المستشفى اما العيالات اللي كيطيبوا في ديورهم وجالسين في ديورهم وعندهم مازال طبخ مغربي عريق وطبيخ جيد طبيخ جيد بزيت الزيتون وفي اشياء هادو ما محتاجينش ياخذوا الحديد من 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 من, من المستشفى خاص الامور نرشدوها خصنا نهضروا مع الناس بعلم ماشي غير نشدوا واحد طريقه عاميه جات من اوروبا المراه الحامله تاخذ الحديد ونبداو نطبقوا فيها بطريقه عامية حنا عندنا علماء وحنا عندنا باحثين وحنا عندنا ناس اللي كيعملوا هذا الشيء هذا العيالات اللي في البوادي اللي مازالين كيطبخوا واللي كياكلوا في ديورهم ما محتاجينش الحديد ديال المستشفى نهائيا نعم. العيالات اللي خدامات واللي كياكلوا الفاست فود واللي ما كياكلوش واقيلا كاع ها واللي عايشين بالبيسكوي وهذاك الشيء نعم هادو مجبرات ياخذوا الحديد من المستشفى لانهم كيعيشوا على النمط الغربي والنمط الغربي هو اللي عمل هذا الحديد هذا للمراه الحامل نعم قلت لك يعني سؤال هذا غنمشيو الاسئله ديالكم طبعا قلنا على الرقم 5566 تواصلوا معنا فقط عبر الاس ام اس قلت لك مستمعه بغات تنقص الوزن واش تقدر تاكل بيضه بلدي ما ممكن عليا على حسب الفصيل الدموي لان الا كان عندها او الحمل وكيزيد في الوزن علاش نعم الاو البيض البلدي جيد الاو فصيل دموي او البيض البلدي جيد ما يغلطوش يعني ما يزيدش في الوزن ولكن الا كان عندها الا فصيل دموي البروتين الحيواني كيغلط الاو كيغلط السكر هاد السيده هادي خاصها تزول السكر واللحوم القمح الا قدرت تزول القمح يكون احسن ولكن راه بلاتي بعدا نشوفوا الوزن ديالها واش من الطاقه واش من الاكل ما احنا ما كنعطيوش نصيحه غير هكاك الله يجزيك بخير ولكن البيض البلدي عموما لا واش الوزن ديالها زايد لانها كانت كتاخذ ادويه الله اعلم اذا كان الوزن ديالها زايد من حبوب منع الحمل من المستحيل تردوا ما نكذبوش على الناس من ما كاينش حميه نهائيا اللي كتنقص الوزن اللي كيتزاد بحبوب منع الحمل لان هذيك زياده هرمونيه
الا كانت زياده الوزن من الاقراص ديال ديبرسيون ديال التوتر العصبي، الناس اللي كياخذوا قطاري وكياخذوا ادويه ديال التوتر العصبي تما كيزيدوا في الوزن. وعند الغده الدرقيه الا كان هاد ثلاثه هادو يعني من المستحيل عندها نظام غذائي ينقص لها من الوزن ديالها بلا ما تبقى تقلب وما لا ما تشوف بلا ما تخلي فلوسها عندها بلا ما تتصل بالعيادات. ولكن اذا كان عندها وزن ما عندهاش هذه الاشياء، الوزن ديالها تزاد غير من كثره الاكل، فاثناء شهر رمضان تصوم بالنظام النباتي فقط. تصوم بالنظام النباتي، تحيد اللحوم والسكر وتصوم بالنظام النباتي وما تاكلش في الليل، تشرب الماء بكثره وغادي يرجع الجسم ديالها رشيق. نزيدوا نساعدوها اكثر، نزيدو نساعدوها اكثر الا بغات هاد الوزن ديالها يعني ما ياخذش 6 شهور وعام، بغات الوزن ديالها يتقاد بسرعه، يعني تكون نباتيه تصوم بالنظام النباتي حتى عصير التفاح وتفطر بعصير التفاح مع ماء معدني، يعني تطحن التفاح مع ماء معدني وتفطر بكاس كبير ولا جوج، ولا ماشي بالضروره تفطر بهم، تشربهم في الليل، يعني تاخذهم في الليل، تاخذ التفاح مع ماء معدني في الليل جوج الكيسان كبار الى عندها الفلوس، يعني تشري التفاح بكثره وطحن مع الماء، لان ماشي خلطه هذه، هذا تغذيه. طحن التفاح مع الماء، علاش؟ لان التفاح ديك الحموضه ديال التفاح هي اللي كتخليها تزيد يعني تذوب هذوك الشحوم الداخليه وهذوك الزوائد. نعم، اش قلتي على الناس زمان؟ علي الناس زمان كانت يعني المعيار ديال الجمال. نعم، المعيار ديال الجمال كان معروف عند المراه، الجماليه ديال المراه هو الحزام، الرشاقه ديالها، الحزام حزام ديال دابا دابا انقلبت المعايير. نعم، دابا لا كانت شعره زايده ولا كانت يعني الشحوم هذيك ديال الجناب، يعني الجسم ديالها مستطيل، يعني الحزام ديالها ما كيبانش، عندها شحوم يعني في المستوى ديال لي هونش، عندها شحوم وعندها الكاريج ديالها خارجه، ما بقاش يعني الجسم ديالها. النساء منهم كانوا كيتبعوا حنين، النساء من قبل ما كانوش كياكلوا اللحوم وما كانوش كياكلوا الاجبان، وكانوا كيخدموا مزيان وكانوا يعني كيتحركوا عليهم كيف ما كان الحال، يعني المراه ما كانش كتاكل كثير، يعني ما خصهاش تاكل كثير. يعني عبر اس ام اس 5566 قال لك واش نقدر نفطر بقهوه كحله؟ لا، في الفطور كامل. نعم، ما يبدا بها ما ولا. يعني لا يعقل، لا يعقل الجسم ممكن ياخذها، الجسم مرهق، صايم 16 ساعه داير ديتوكسيفيكاسيون يعني باغي يرمي السموم ونعطيه قهوه كحله؟ نعم، لا يعقل. طيب قهوه وحليب، نعطيه تمر، نعطيه ماء، نعطيه فواكه، نعطيه تفاح، نعطيه اشياء طبيعيه، ونعطيه حتى خضر طازجه اللي بغى يفضر لي سلاد. نعم، يعني هادو الشلايط ديال والشلايط باش العيالات ننبههم، النساء ننبههم، لان قلت لك نصائح كثيره ولكن ضلوا الناس، نصائح هكذا تتناثر ولكن ما وراوش الناس اش يديروا. احنا اللي كنسميهم لي سلاد، هادو لي زونطر، يعني الشلايد كنعنيو بهم الاشياء اللي كتساعد على الهضم. نعم، والاشياء اللي كتساعد على الهضم خاصها تكون طازجه، ما خاصهاش طيب. ملي العيالات يسلقوا الباربا ويسلقوا البطاطا ويسلقوا الخيز ويديروه شلاد، هذه ما خاصهاش تكون، هذا ولا طبخ، ما بقاش يعني فاتح للهضم. يعني الشلايد يعني الحوايج اللي كيساعدوا على الهضم ما خاص تكون فيهم اشياء طازجه، يكون فيهم الفجل، يكون فيهم الخيار، الفقوس، البصله، اشياء طازجه اللي كتكال، هذو الهنديباء، هذوك لي زونديف، يكون فيهم يعني الخس. نعم، يكون اشياء البسباس، يكون اشياء بزاف. نعم، الاشياء الباربه تتكال خضره، ما عرفتش علاش العيالات كيسلقوها. يعني السليق ما كيأثرش فيها، لان الانتوسيانات اللي موجودين فيها يعني البيطالين ما غاديش ياثر فيها الحراره، ولكن وليش اللي تسلقات ما غاديش، لا غادي تحيدي الانزيمات، غادي تقتلي الانزيمات. وهي الباربه الا تكالت خضراء. نعم، وما كان ما عندها وقت. نعم، لان هي دابا كتكال، دابا كتكال، دابا طيب في الصيف. سؤال الا خلاوها حتى لشهر. نعم، 11 ما غاداش تسلق ليه، ما غادا تخوي البوطه وما تسلقش لانها كتشرف. نعم، طيب سؤال قال لك علاش ما نشربوش الحليب في الفطور؟ شنو المشكل اللي فيه؟ الحليب هو صعب في الهضم، يعني المعدن اللي كيوصلها الحليب، الكازين، الحليب هو من يعني صعب من اللحوم، الحليب صعب من اللحوم في الهضم، خص الناس يعرفوا هذه القضيه. فيه دسم، فيه الزبده، وفيه الكازين، والكازين صعيب في الهضم، ما يقدروش عليه الناس في الهضم، خصوصا الاطفال دابا، يعني راك شتي ولا الحليب البقر، الاطفال ما يقدروش على الكازين ديال البقر الان. فمن الاحسن عليا، من الاحسن ياخروا مشتقات الحليب يعني حتى بعد الفطور، واللحوم ياخروها شويه، ولكن يبداوا بالاشياء البسيطه السهله، والخبائز تكون مخمره، ما تكونش فطيره، ما تكونش مخبوزه هكذا يعني معجونه، والحريره ما يكونش العيالات كيدوروا الحريره بالدقيق. نعم، كيخلطوا الدقيق في الماء ويدوروا به الحريره، هذه ماشي حريره، هذه هلك. نعاود نكررها، يعني الحريره اللي فيها الدقيق اللي ما خامناش هلك. دوره بخضره خاصها تخمر، الحريره خاصها تخمر. كيفاش الناس كيخلطوا الدقيق وكيدوروا به كيرميوه في البرمه؟
هذا هلك، غادي يهلكوا راسهم بهذه القضيه. هذاك الشيء علاش كيتنخم. وكان يديروا باش تقال خاصها تخمر العجين، هذه الخميره خاصها ديال الحريره خاصها تخمر. تخمر عاد نعم خاصها تكون خامره، يعني ماشي مشكل حامضه. الا خمروها وخلاوها يومين راه غتحماض، يعني بلا ما يقلبوا على اللي بقاو يسولوا على الخميره الحامضه. غير هذاك الدقيق يخلطوه مع الماء يعجنوه مزيان ويخلطوه واحد الطويصه يخليه تما واحد اليوم ولا يومين راه غادي يحماض. يدوروا به الحريره ومن بعد يزيدوا عليه الدقيق ويخليه يحماض اليوم الثاني اليوم التالي وما الى ذلك. ولكن نزيد أكد أن النساء اللي كيدوروا الحريرة بالدقيق مباشرة، كتخلط الدقيق لفارين في الماء وكتزيدها في البرمة على الحريرة كتدور بالدقيق، هذه كهلك. نعم. هذه غادي يهلكوا الناس. أسئلة سريعا. السلام عليكم رمضان مبكر، بغيت يقول السلام عليكم رمضان كريم. واحد دكتور قال لك نصح الأخت ديالها حامل في 5 شهور أنا ما تشربش الحريرة، واش الحريرة فيها مضرة بالنسبة لها؟ لا أبدا، الحريرة تشرب الحريرة فيها العدس وفيها حمص، وحريرة تكون فيها القصبر المعدنوس، وانصحها على قبل القصبر المعدنوس، ولكن القصبر المعدنوس ما يضروش المرأة الحامل. لا يضر الحلبة تضر المرأة الحامل، وحبة حلاوة والنافع وحب رشاد هذو يضروا المرأة الحامل، والسانوج لأن فيهم فيتوستروجين فيهم الأستروجينات. ولكن الحريرة جيدة للمرأة الحامل، ما كاين حتى مشكل.